عسلامة، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. اليوم وصفتنا من ألذ واشهى الاطباق اللي ممكن تجربوها اليوم، باش نعملوا كبه مقليه اقتصاديه بلاش ماكينه، بطريقه سهله وبسيطه وخاصه للمبتدئين اللي ما يعرفوش يطيبوا، باش تنجح معاكم اذا تابعتوا ادق التفاصيل الموجوده بالفيديو بصندوق الوصف، باش تنجح معاكم من اول استخدام. اليوم جبتها لكم مع كيف التفاصيل واسرار نجاح الوصفه، والنتيجه باش تكون اكثر من رائعه. انا باش نكتب لكم طريقه على الفيديو، وباش نخلي لكم ادق التفاصيل مع المكونات اسفل الفيديو بصندوق الوصف. واذا احتجتوا اي استفسار اكتبوا لي تحت في التعليقات، وما تنساوش اللايك والشير والمتابعه، ونخليكم على الكبه. مشاهده طيبه وبسلامه. We'll be right back.